شال الايه في عيوني لما بضحك. انا خدت ايه من الدنيا دي؟ صحاب كتير احباب شويه بسم الله. انت منورنا وبنتمنى كلنا نسبح على سعادتك وبنصلي يا حسن الفخري تحيه مننا ومننا من راس خميسه بعيد عن حد. استنى هنا بس خلي الصليخ لما تخلص على رقم خمس على شغل من فوق السلامة بالسبب على ولا ولا محمد عيسى هنين طلع السقاة توفى شوف حسام عاد بس السقاة توفى عاتب ايه يا ابو عبد الايمان عين ولا ولا اساسا هي دي قصة حياتي كلمتين كنت عايش احلى عيشة واحلى دنيا يجي عندي كله يسألني انت فين يا ما رسم الخوف عليا في كل ثانية ومار التلتك ومار العالم كله يقسم بالله بس لما تيجي تسبح عليك هتلاقي على السلامه يا نسوان وعم عبد البدراوي تحيه كبير فرح تاني قوي ايوه جميل يا عم علي السلام قبل ما تخلص انا عايز اقسم بالله يا احمد فادي من نور الدنيا كلها بس خلينا الشرقيه عادات المدارس محمد رمضان عبد العظيم هي دي لسه حياتي كلمتين كنت عايش احلى عيشه واحلى دنيا يجي عندي كله يسالني انت فين تجرس المركب قبل
اخر شهر على